الاتفاقية لها دلالة كبيرة في التوقيع ديالها في هذا التوقيت بالضبط، نظرا لانطلاق الموسم الدراسي الذي وكذلك انطلاق مراكز التفتح في الاشتغال والتي نتواجد بها اليوم. إذا هذه الاتفاقية ستمكن جميع التلميذات والتلاميذ بمؤسساتنا التعليمية دون استثناء من الاشتغال حول مجموعة من التيمات الفنية والثقافية والتراثية والتي كذلك لها جانب كبير في المسرح. فبالتالي من خلال الاشتغال على كورال وملحمات وكذلك من خلال إنجاز بحوث تاريخية تتعلق بتراثنا المغربي. هذا تهدف هذه الاتفاقية إلى خلق أوراش ثقافية فنية تراثية داخل المؤسسة التعليمية التابعة للمدير الإقليمي الدار البيضاء أنفا، وذلك من خلال تأطير تلاميذ المؤسسات التعليمية وتصدير برنامج خاص لدعم القدرات الفنية والثقافية والرقي بالذوق الفني واللغوي، وبهذا يعني أننا تنكون ساهمنا في الحفاظ على الموروث الثقافي المغربي الأصيل وامتداده بين الأجيال. بادرة هي بادرة حسنة، نتمنى إن شاء الله أن تعطي الثمار ديالها عند إصدار وخروج عمل من هذا النوع لأننا كنفتقروا ليه، اللي هو عمل القاعدة يعني لا باز ديال التلميذ أنه يتلقى يعني عمل فني تراثي موروث فني كذلك، من ناحية الرسم، من ناحية التشكيل، من ناحية تقريبا المسرح، الموسيقى، باش يتعرف على الوطن ديالو أولا، وثانيا باش يكون عنده ثقافة وهوية. فأتمنى لهم التوفيق والنجاح إن شاء الله. الاتفاق ديال اليوم اللي درنا مع مديرية ديال التعليم ديال أنفا غادي تعطينا واحد القفزة كبيرة باش نديروا أعمال مع الأطفال ونعلموهم أشنو هو التراث ديالهم ويفهموا أشنو هو التراث المغربي. وخا كنا سباقين وبدينا الأعمال ديالنا من 2015 إلا أنه دابا غادي نشكلوا واحد مع بهذه الاتفاقية غادي نبداو نديروا أعمال بحال ندوات، غادي نديروا خرجات اللي غادي تهم الطفل واللي يتعرف على الموروث ديالو الثقافي أكثر وأكثر. وهاد الاعمال يمكن حتى هاد الطفل يمكن يحط لنا واحد البصمه جديده اللي غادي تزيدنا جماليه في الموروث ديالنا الثقافي.